وللحديث أكثر عن انتهاكات الميليشيات ضد الناشطين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من الفلوجة الناشط المدني محمد سعد. أهلا بك معنا سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك سيد محمد. الناشطون يواجهون خطرا كبيرا بحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أيضا في ظل تنامي نفوذ الميليشيات، لماذا بات اليوم تركيز الميليشيات والقوات الحكومية منصبا على استهداف الناشطين أكثر خلال الفترة الأخيرة؟ للناشطين دور مهم يعني في انطلاق تظاهرات تشرين ومساندتهم لها، ايضا في توثيق انتهاك الميليشيات اللي غيبت واعتقلت الناشطين في بغداد والمحافظات اللي ناصرت ثوره تشرين على مدار هاي السنوات الماضيه. يعني دا يشوفون من تكميم الافواههم ان اعتقال الناشطين هو سبيل الخلاص او اعطاء شرعيه اكثر للميليشيات المتنفذه في بغداد. نعم، نسب الاعتقالات بين الناشطين تزايدت فعلا بتهم تمس الحريه، حريه التعبير. السؤال هنا، ألم ينص الدستور الذي كتب بعد الاحتلال على حق المواطن في حرية التعبير عن رأيه؟ بماذا تفسر تزايد الاعتقالات جراء الكتابة والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي إذن؟ مجرد حبر على ورق، يعني احنا كل القوانين اللي موجودة بالعراق هي قوانين شكلية غير مفعلة، منها قوانين حرية الرأي وحرية التعبير والدستور العراقي اللي كتب أساسا يعني على ما هم يردون. يعني حاليا احنا ماكو اي حريه، لا حريه للتعبير ولا حريه للراي ولا اي حق من حقوق يعني التظاهر السلمي للمواطنين او الناشطين المدنيين اللي يلاحقون حتى في يعني تهم ارهاب. يعني ما اقتصرت الامور على انه تكميم افواه بمواد قانونيه ممكن حددها القانون العراقي في سبيل التجاوز على سلطه الدوله او غيرها. يعني احنا اغلب ناشطين يعني اذا احكي عن الانبار يعني التهمه اللي تكون موجهه هي تهمه الارهاب، انت لا تحكي على الدوله او تنتقد سوء الخدمات واحده من دوائر الدوله تكون ارهابي. احنا من ناصرنا ثوره تشرين في بغداد تعرض من 15 الى 20 ناشط مدني بالانبار للتنكيل وللاعتقال وما زال اكو بهم لحد الان معتقلين بتهمه الارهاب اللي هي اقل مده عقوبه بها 15 سنه. مصير عشرات اجراءات تعسفيه. مصير عشرات الناشطين سيد محمد، مصيرهم لا يزال مجهولا بعد اعتقالهم من قبل القوات الأمنية والميليشيات. لماذا برأيك تلجأ الحكومة وميليشياتها لهذه الأساليب رغم تجريمها دوليا؟ إلى ماذا يعني تستند؟ ما تستند إلى حقائق، ما تستند إلى وقائع، هي مجرد تكميم، مجرد محاولة السيطرة، مجرد محاولة إعطاء شرعية للميليشيات اللي تعتقل، حتى يعني ماكو أسس قانونية يعتقلك عليها. يعني هسه ناشط ومتظاهر في تشرين أو في غيرها، يعني ماكو حق يعني بقانون إنه يعطيه الحق إنه يعتقلني بتهمة الإرهاب مهما كان، يعني مهما كانت الظروف تحت أي مسميات. وإن كان لازم تكون هناك أوامر قضائية صادرة من مجلس القضاء الأعلى أو محاكم مختصة. الاعتقالات تتم حتى بدون مذكرات قبض، يعني تهم كيديه جاهزه تلفق عليهم ويتحكمون بها ويروحون. لحد الان اكو عندنا ناشطين مغيبين ما نعرفهم وين. يعني مذكرات قبض صادره ولحد الان تهدد، يعني بين فتره واخرى اكو مذكرات صادره من 2019. اذا واحد راد ينتقد الواقع اللي موجود حاليا ممكن يظهرون عليه كما مثل ما حصل قبل فتره ويا واحد من الناشطين الانبار عثمان اللي انتقد واقع الكهرباء وانتقد واقع الحكومه السيئه بمدينته. طلعوا هاي المذكره وقالوا له انت ارهابي وانت يعني لولا مدخلات من اعلاميين وقضاءات وناس واثقه بالدوله كان لحد الان عثمان ما عرف مصيره وين. نعم، اذا الناشط المدني محمد سعد كنت ضيفنا عبر الهاتف من الفلوجه، شكرا جزيلا لك.